طيب تعالوا كده بس ايه يعني نقول حاجة عشان تبقى واضحة تماما. مسألة حظر نشر في قضية رأي عام، يعني حظر نشر مفيش حاجة اسمها انك ما تلتزمش كوسيلة اعلام، بس احنا كنا عايزين بس ان نقول او نتواصل مع السيد المستشار النائب العام فيما يتعلق بمسألة حظر النشر دي علشان نوصل لحالة مرضية للرأي العام اللي ممكن يكون بيطرح تساؤلات. طيب زي ما احنا عارفين النائب العام المستشار نبيل احمد صادق النهاردة حظر النشر في القضية اللي اثارت الرأي العام في الايام الاخيرة، لدرجة انه الحقيقة النائب العام نفسه وصفها في بيان الحظر بقضية الرشوة الكبرى. يمكن النهاردة يعني حصل تطور مهم في القضية وهو وفاة المستشار وائل شلبي الامين العام للمجلس لمجلس الدولة، وكل الدلائل بتقول ووفقا للمصادر القضائية انه بكل اسف انتحر داخل غرفة الحبس. طبعا اللي عايز اقوله ان قرار حظر النشر معروف انه من ضمن ادوات في بعض الاحوال بتستخدمها النيابة العامة كوسيلة لفرض الجدية والسرية على التحقيقات. ده كلام مفهوم واحنا فاهمينه كويس جدا، لانه قبل كده بالمناسبة ده مش اول مرة، ده حصل مع قضايا افكركم بيها زي اغتيال النائب العام يعني سابقا المستشار هشام بركات رحمة الله عليه، في مثلا قضية وزير الزراعة الاسبق، في قضية اغتيال المقدم محمد مبروك، وقضية رشوة الاثار الكبرى اللي تورط فيها اعضاء بهيئات قضائية وضباط شرطة، ويمكن برضو فاكرينها في قضية تانية مقتل شيماء الصباغ، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين وتزوير الانتخابات الرئاسية اللي كانت ما بين مرسي وشفيق. ولكن بشكل شخصي لاحظنا بعد قرار حظر النشر في مسألة وفاة المستشار وائل شلبي لاحظنا لغط كبير وجدل كبير جدا على وسائل السوشيال ميديا حوالين هذا الحدث. مفيش شك انه لافت للنظر وان هو بيحظى باهتمام واسع النطاق داخل المجتمع المصري، وفي الحقيقة عشان نكون في منتهى الصراحة في تشكيك في الروايات اللي بتتقال، يعني في 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 فقدان ثقة يمكن من متراكم بقاله يمكن عشرات السنين. واللي انا بطلبه بس حاجة صغيرة من السيد المستشار نبيل احمد صادق النائب العام انه يكون في بيان تفصيلي من النيابة خلال ساعات يتم في هذا البيان توضيح الاتي: اولا كيفية اكتشاف وفاة المستشار وائل شلبي، نفهم بالظبط ايه اللي حصل، اسباب الوفاة، ده 100% هيبقى فيه تقرير من الطب الشرعي وهيبقى فيه تشريح للجثة وما الى ذلك، ويكون في برضو معلومات عما وصلت اليه القضية خاصة وانها كانت متداولة امام وسائل الاعلام على مدار 5 ايام كاملة، يعني المسألة ما كانتش سر. كل اللي بقوله ان احنا نمنع او نحول بين اي نوع من انواع الشائعات وما بين الحقيقة، يعني نمنع اللغط، وعشان ما فيش حد يقول دول في لا دول قتلوه عشان كان هيكشف معلومات وكان هيجيب ناس كبيرة واسرار عن متهمين اخرين. الراجل يعني كل واحد يكتب له كلمتين من دماغه ونبتدي بقى احنا ايه نفتح الخيال والمجال للمواقع الافتراضية دي ان كل واحد يبتدي يفتي ويبتدي يشوه السمعة ويشوه الصورة. فاحنا يعني لكي يعني لا نفسح المجال لكل هذا اللغط يبقى المسألة يعني نقطع الشك باليقين. الراجل المتوفى لانه في ذمة الله وبين يدي رب العالمين خلاص مش عارفين ايه اللي حصل، بس على النيابة ان تجلي بعض الغموض وتمنع اللغط الدائر. هو ده اللي انا عايز اقوله قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، وربنا يسهل. النائب العام قال ان في بياناتها اللاحقة هتطلع، واحنا منتظرين وعد المستشار نبيل صادق فيما يتعلق بهذا الامر. معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذ وليد اسماعيل الصحفي بالوطن المتخصص في هذا الملف. ايه الجديد عندك يا وليد؟ مساء الخير. يعني زي ما حضرتك تفضلت، قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية 1150 لسنة 2016 اللي هي القضية المتعلقة برشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة وكل ما يتعلق بها من وقائع.
قرار حظر النشر يعني وضع الجميع يعني عند آخر لحظة كنا فيها قبل صدور هذا القرار، وهي وفاة المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة الذي قدم استقالته قبل يومين وألقي القبض عليه وعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام في الساعات الأولى من صباح اليوم. استيقظنا على خبر أو على معلومات تتعلق بوفاة المستشار وائل شلبي يعني داخل محبسه طبعا. المعلومات المتواترة بعد ذلك تشير إلى انتحاره في محبسه. بعد ذلك تداولت الأنباء بشكل إلى حد ما متضارب حتى صدر قرار النائب العام بحظر النشر في هذه القضية إلا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات بشأن هذه القضية. يعني أي بيان يا وليد هيصدر عن مكتب النائب العام هو ده هيبقى حدود المسموح به في التداول في وسائل الإعلام؟ بالتأكيد، يعني حتى النائب العام في بيانه كان واضحا ومحددا في تلك النقطة أنه يحظر النشر في هذه القضية والوقائع المتعلقة بها في جميع وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، وكذلك حتى النشرات أيا كان نوعها وكذلك المواقع الإلكترونية عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات في هذه القضية. طيب احنا هننتظر يعني البيانات دي وهنتعامل معاها عندما تصدر في حينه. شكرا للأستاذ وليد إسماعيل الصحفي بجريدة الوطن. معايا الأستاذ عاصم عبد معطي رئيس المركز المصري للشفافية. أستاذ عاصم مساء الخير وشكرا على المشاركة، و يا ترى ازاي بتقيم، طبعا بعيدا عن ان احنا ندخل في تفاصيل القضية، بس ازاي بتقيم اللي حصل في الاسبوع الاخراني ده؟ الحقيقة لازم كلنا نكون عارفين ان اسباب المشكلة دي كلها بيرجع لغياب حاجة اسمها الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية في الكثير من المؤسسات العامة والجهات الحكومية. الرقابة الداخلية تعني ان هناك شخص مسؤول داخل هذه الجهة أو الجهاز أو الهيئة، هذا الشخص المسؤول بيكون في أغلب الأحيان بيكون الرجل الثاني في هذه المؤسسة. هذا الرجل بيتفرغ تماما من عمله الفني ويتعامل مع الإدارة المال حتى يستطيع إحكام العمل الإداري والمالي في هذه الجهة. ما يحدث الآن أن هذه الشخصية أصبحت مغيبة تماما في الرقابة والمتابعة على أعمال الإدارة لديها، لأنها في أغلب الأحيان بتكون فنية، يا إما يكون مهندس يا إما يكون قاضي يا إما يكون طبيب أو إلى آخره، فما بينتسبش للعمل المالي، فبيغيب عليه العمل الرقابي وبيتغلب عليه صغار الموظفين في السيطرة على الأعمال من خلال توقيعاته. هنا بيغيب الرقابة الداخلية، طالما غابت الرقابة الداخلية بيتسلل في من خلالها بقى كل ما هو يسيء إلى العمل أو يتسرب إليه الفساد. دي من ناحية العمل في الداخل. يعني طب معلش بس ممكن أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك؟ تفضل. يعني تفضل. إيه آليات وجود شخصية، يعني حضرتك بتقول في غياب كامل للرقابة الداخلية في المؤسسات المصرية؟ نعم. طب يعني مش فاهم، يعني وبره عندهم دايما رقيب جوه ولا في آليات معروفة ولوائح ما متعامل بيها معروفة؟ هو الرقيب ده حضرتك او الرقابة الداخلية دي بتعني ايه؟ تعني متابعة اللوائح والقوانين الواجب تنفيذها لتسيير العمل الإداري والمالي. هو بيكون غايب عنه الكثير من هذه اللوائح لانها تبقى لوائح إدارية ولوائح مالية، وهو اصلا بيكون فني في المقام الاول. فبيترك الحبل على الغارب لمرؤوسه. فيستطيع هذا المرؤوس ان يتحكم فيه بطريقة او باخرى من خلال هو بيستفاد من توقيع هذا الموظف الكبير وبيمرع هذا الموظف الصغير في الفساد نتيجة انه بيغيب عليه الرقابة الداخلية. تمام. اللي بيحكم هذا الموضوع بقى اللي احنا بنقول بقى رمانة الميزان كيف بتتعادل من الرقابة الخارجية اللي هي بيتابعها وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
إذا غابت هاتين الرقابتين في ضوء بقى سيطرة هذا الرجل اللي هو الموظف الصغير، لأن هذا الموظف الصغير بيكون عنده القدرة على حفظ اللوائح والقوانين وإلى غيره أكتر من غيره، لأن اللي بيغيره ده بيجي يبحث عنده فحص عيني كده ويمشي. وبيكون هذا الرجل المسؤول في الجهاز ده أو الإدارة دي بيكون مغيب، فبالتالي بيتحكم هذا الموظف في كلا النوعين من الرقابة. فهنا بتبص تلاقي الأمور مش مظبوطة في العمل داخل أي جهة. وإحنا قلنا دايما إن يجب أن يكون هناك أولا من أهم الأعمال اللي إحنا يجب نسيرها في الرقابة الداخلية، إن إحنا نمنع وجود الموظف العام على كرسي لمدة تزيد عن 3 سنوات. لمدة تزيد على كام؟ على 3 سنوات. على يعني يحصل ما يعرف بايه، بتداول زي تداول سلطه كده، او يعني بتداول الكراسي وخاصه في النواحي الماليه والاداريه في هذه الجهه بين الموظفين، بحيث ان ما يكونش في مسؤول معين قدر يتحكم في مسار العمل في هذه الاداره وهو ما يحطها من اعمال، على اساس انه لو هو طول في المده فانت كده بتدي فرصه لمسألة التمكن، يكتشف أول بول أول بول كل ما يطرق من مخطط خلال عمل الرجل الصاب، فبتقطع الطريق. أجازة لا تقل عن 15 يوم في السنة مستمرة، مش ياخد أجازة يوم أو اتنين ويمشي. 15 يوم مستمرة؟ مستمرة ليه؟ لأنه ما يسيبش باب مكتبه مقفول، انما باب مكتبه دايما يبقى مفتوح، ومستنداته دي مستندات عامه يطلع عليها كافه الموظفين. فبالتالي بياخد اجازته ويتولى العمل نيابه عنه لحين حضور موظف اخر لتسيير الاعمال وليس لتاجيل الاعمال. هنا بنقدر نقول ان هذه الوظيفه اذا تم بهذا الاسلوب بنقدر بنستطيع ان احنا نقول ان فيها سيطره واحكام على الرقابه الداخليه. بالاضافه ان هذا الرجل يستطيع ان هو يتلاعب بقى في حوافز ومكافئات الكثير من الموظفين والفنيين والاداريين، لانه بيتحكم في الرجل الثاني اللي بيسيطر على هذا الموضوع بصفته امين عام او سكرتير عام. طب استاذ عاصم، كلام حضرتك ده كلام مهم جدا، ونفسي اعرف يعني لو حبينا نضع موضع التنفيذ، ايه اليه تنفيذ الكلام ده؟ ان احنا في البدايه لازم نعمل دورات تدريبيه للناس انها تتعامل مع الرقابه الداخليه واسلوب العمل الرقابي داخل كل جهه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا لازم نخلي الرقابه الداخليه مع الرقابه الخارجيه فعالتين. الرقابه الخارجيه اللي هي وزاره الماليه، وهي التي تقوم بالرقابه قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات هو بيكون بالرقابه بعد الصرف. يكون في تفاعل بين هذه الجهات الثلاثه، مش بصفتها المنافسه الاحتقار والتعامل في الغيبه، بل التعاون، لان يعني كل واحد من دول بيتعامل مع الطرف الثاني والثالث باسلوب مش المنافسه، باسلوب انه عدو. التعامل مع هذه الجهات يجب ان يتم من خلال التعاون لصالح العام وليس لصالح اشخاص. تمام، هكتفي بهذا القدر، اعذرني بس كلام مهم جدا حضرتك قلته لنا. يبقى في لقاء قريب. ده كان الاستاذ عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافيه، بيقدم رؤيه كده وفكر اعتقد لكل من يهمه الامر. الكلام ده كلام مهم لتفعيل اليات الرقابه الداخليه لكي تقطع الطريق على يعني فرص الفساد. اعتقد يعني ده روشتة كده لمكافحة الفساد بالذات في الوظيفة الإدارية. بتهيألي ممكن نبقى نرجع لهذا الملف ونتكلم فيه بالتفصيل في حلقات يعني في المستقبل إن شاء الله. كاميرا 90 دقيقة راحت النهاردة مشرحة زينهم، ورصدت لحظات دخول جثمان المستشار وائل شلبي للمشرحة وسط حالة من الغضب الشديد عند أسرته. معنا ياسر عبد مقصود، هو مراسل البرنامج، كان موجود على مدار 7 ساعات كاملة، يعني من الساعة 12 ولا 1 الظهر في محيط المشرحة. يا ترى الأجواء عندك إيه يا ياسر؟ مساء الخير. موجود حاليا في محيط مشرحة بيرهو. أيوة. موجود هناك بالفعل من الساعة 12 الظهر. الجثمان وصل الساعتين تقريبا،
وفضل تقريبا 4 ساعات ونص لحد ما خرج الساعة 6:30. 6:30 كان المفروض يعني زي ما وصلنا من معلومات ان هو هيتصلى عليه صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة. بس الكلام كان المعلومة غير مؤكدة لان كان في يعني تكتم المعلومات بشكل غير مسبوق، وكان يعني رافضين تواجد الاعلام بشكل كامل. المستشار وائل كان بيزعل الصحفيين والاعلاميين هناك وبيقول اخويا ما شنقش نفسه، سمعت بسبب تاني وانتوا بتروجوا كلام انتوا بتسمعوه خلاص، وانا اخويا كان كويس وكان يعني كان رافض الاسلوب اللي تناولت بيه الاعلام القضيه. تمام. بس وانا حاليا واقفين خارج نطاق المسرحه لان اهل المتوفي كانوا رافضين زي ما قلت لحضرتك التناول الاعلامي، واعتدوا على المصورين، وبالفعل تم تكسير احدى كاميرات احد المصورين معانا. وحد من الاهالي، مش حد يعني، مجموعه كبيره من الاهالي اللي كانت موجوده فضلوا يجروا ورا الاعلاميين وورانا في الشوارع الجانبيه. كانت منظر اول مره اشوفه في حياتي يا استاذ معتز يحصل في جنازه. ايه هو اللي شفته بالظبط؟ اللي شفته بالظبط حضرتك، احنا كنا صف كاميرات بيصور، الناس فجاه واحده كده هجموا علينا. هم كانوا رافضين التصوير في البدايه، بس هم خارجين، احنا كنا صف واحد بنصور، هجموا علينا فجأة، انتوا بتصوروا ايه؟ احنا قلنا ممنوع التصوير، تم حظر نشر في القضية، وفضلوا يجروا ورانا في الشوارع يا استاذ معتز. يعني مشهد عمري ما شفته في جنازة قبل كده. هم يجروا ورا الناس في الشوارع، مسكوا احد المصورين بالفعل وكسروا الكاميرا بتاعته واعتدوا عليه وسحلوه. يعني حالة غضب من قبل الأسرة لتغطيات وسائل الإعلام للجنازة يعني. تمام يا فندم، تمام يا استاذ. طيب أنت دلوقتي لسه موجود في محيط المشرحة، هل في جديد عندك؟ إيه اللي أنت تسمعه مثلا؟ إيه اللي بيتقال؟ إيه اللي أنت شايفه؟ إحنا موجودين بالفعل بس بعيد شوية عن محيط المشرحة هناك. مفيش حاجة بنسمعها، وكل المكان كله يعني في رهبة، كله ما كانش في أمن مثلا يعني بيصد المشاكل اللي كانت هناك. كان كل اللي بيحصل إن هما كانوا أي حد بيشوفوه من المصورين أو الصحفيين كانوا بيضربوه. طيب ما كانش في أي معلومة معانا. طيب أنا بشكرك على هذه المعلومات، مراسل 90 دقيقة ياسر عبد المقصود من محيط مشروع زينهم. المعلومات اللي عندنا انه الجثمان تم نقله الى مدينة تلا بالمنوفية، حيث مسقط رأس المستشار وائل شلبي، وتم مواراته الثرى هناك، وانه العزاء هيكون يوم الخميس القادم في جامع عمر مكرم بالقاهرة. دلوقتي هتوقف وقفة قصيرة عند فاصل اعلاني وارجع اكمل معاكم 90 دقيقة. اوعوا تروحوا في اي حته.